أينما كنتم حياكم الله. هذه النشرة التاسعة نبدأها بأبرز العناوين. للتصدي لاقتحامات المستوطنين، إغلاق مساجد القدس ودعوات للزحف نحو الأقصى في أول أيام العيد. تقرير أممي يؤكد تعمد الاحتلال استخدام قنابل الغاز محرمة دوليا ضد المتظاهرين السلميين. حاخامات تل أبيب يلقنون جنودهم العنصرية ويدربونهم على استرقاق العرب. في نشرة التاسعة أيضا، الأسيرة فداء خليل من بيت أمر تتنفس عبير الحرية. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل التاسعة. بتعليمات من السيد الرئيس محمود عباس، طلب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي من سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بسرعة التحرك وتحديد الخطوات اللازم اتخاذها لمواجهة التحدي الإسرائيلي المتمثل بالإعلان عن مزيد من المشاريع الاستيطانية. إلى ذلك، دانت الرئاسة قيام نتنياهو بوضع حجر الأساس ل 650 وحدة استيطانية جديدة شمال مدينة البيرة، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء. خرق فاضح وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، بهذه العبارات أدانت الرئاسة قرار حكومة الاحتلال بناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، لا سيما بعد قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وضع حجر الأساس ل 650 وحدة استيطانية جديدة شمال مدينة البيرة. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أكد أن هذا العمل المدان والمرفوض مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي صدر بالإجماع وأكد عدم شرعية الاستيطان على الأرض الفلسطينية. ومع تسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية التي تنفذها حكومة الاحتلال في الضفة بما فيها القدس المحتلة بدعم أمريكي، بيّن أبو ردينة أن السيد الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية بالعمل على إدراج قضية الاستيطان للملف الذي رفع للمحكمة الجنائية الدولية. وفي خضم المعركة الدبلوماسية التي تقودها القيادة في الأروقة الدولية لمواجهة انتهاكات الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان، طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لحماية الحق الفلسطيني، وذلك بعد التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف لتحديد الخطوة اللازمة اتخاذها للجم إسرائيل بعد إعلانها بناء مزيد من المشاريع الاستيطانية. هذه التحركات الدبلوماسية تتزامن مع إرسال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة مجموعة من الرسائل للفت انتباه المجتمع الدولي لاستمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في ممارساتها المنافية للقوانين الدولية والتي تنتهك القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. رغم الرفض العربي والدولي للهجمة الاستيطانية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية المدعومة أمريكياً تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات لتواصل البناء الاستيطاني غير آبهة بالشرعية الدولية وتطبيق قراراتها التي تنص على عدم قانونيته. سري بركات، تلفزيون فلسطين. متابعة لهذا الموضوع، ينضم إلينا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عبر الهاتف. أهلا بك معنا دكتور رياض إلى التاسعة. شكرا على استضافتي، أهلا بكم. يعني بداية، في ظل كل هذه المشاريع الاستيطانية، نحن نتحدث عن مئات المشاريع والوحدات الاستيطانية التي تقوم حكومة الاحتلال بوضع حجر الأساس لها، الآن لم تعد فقط موجودة على المخططات وعلى الأوراق، هي باتت موجودة على أرض الواقع. طبيعة الخطوة القادمة دكتور منصور، وأيضا هذا التحرك في ظل المعركة الدبلوماسية وخضم هذه المعركة التي تشنها القيادة في المحافل الدولية. يعني نحن بعثنا أولا مذكرتين خلال ال 24 ساعة الماضية متعلقات بالاستيطان، والثانية متعلقة بإدانة العمل القانوني لزيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى مستوطنة بيت إيل
بعثنا بهذه الرسائل لمجلس الأمن والأمين العام ورئيسة الجمعية العامة، وألحقنا ذلك يعني باتصال مع رئاسة مجلس الأمن، وشرحنا لهم الوضع وسلمناهم الرسائل الأخيرة، وطلبنا منهم أن ينقلوا فحوى اللقاء مع أعضاء مجلس الأمن وأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته. وكذلك تم عقد اجتماع للسفراء العرب اليوم، وتم إحاطتهم بهذه المسألة والطلب منهم بالضغط على مجلس الأمن وعلى الأمين العام لاتخاذ مواقف يعني حازمة وواضحة، وأن لا تمر زيارة نتنياهو إلى مستوطنة بيت إيل الغير قانونية يعني بسهولة، وإنما بضجة إعلامية ودبلوماسية في المحافل الدولية ترقى إلى مستوى هذا الحدث. وكذلك يعني التقينا مع رئيسة ديوان الأمين العام، لأن الأمين العام في إجازة في أوروبا، وكان موجودا 10 سفراء آخرين من دول مختلفة. جوهر الاجتماع بشكل رئيسي الذي كان مخطط له مسبقا هو الحديث عن شؤون وأمور الأونروا والدفاع عنها وحمايتها، ووضع حد لأي إشاعات تبث هنا وهناك قبل الانتهاء من التحقيقات في بعض المسائل الإدارية التي يقوم فيها. ولكن طرحنا على جانب ذلك مسألة الاستيطان وضرورة أن يعلن الموقف الأمين العام بيانا في غاية القوة، يلجم رئيس الوزراء الإسرائيلي وسلطة الاحتلال على الاستمرار في هذه الأعمال التي أهدافها لرئيس الوزراء الإسرائيلي من ضمن عدة مسائل هي أهداف انتخابية ليحظى على المزيد من الأصوات في الانتخابات في الشهر القادم. فهذا يعني ما قمنا به خلال 24 ساعة انسجاما مع التعليمات التي جاءتنا من نعم سعادة السفير. هذا ما قمتم به، لكن ماذا عن الخطوات اللاحقة في ظل بعض المواقف الدولية التي نددت بمخططات استيطانية صدرت من سلطات الاحتلال قبل أيام، وها هو نتنياهو يكررها؟ ماذا عن خطواتكم اللاحقة أيضا؟ يعني هذا يشوف هذا الجهد في العمل السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية على الأقل في نيويورك، أنه هذه الخطوات ضرورية لأنه لها آثار في غاية الأهمية في الضغط على إسرائيل، لأنه يعني يسلط الضوء الدولي عليهم ضد هذه الأفعال. إن هناك كانت توفرت يعني إرادة سياسية خاصة في مجلس الأمن، وهو المجلس المعني بهذا الملف أي حفظ الأمن والسلم الدوليين، والاستيطان يهدد الأمن والسلم الدوليين، واعتمد مجلس الأمن عدة قرارات في هذا الشأن من ضمنها قرار 2334. وبالمناسبة سيقدم التقرير الفصلي لتطبيق القرار هذا في الشهر القادم في سبتمبر أثناء رئاسة روسيا لمجلس الأمن. نعم. ونحن نتباحث معهم على يعني عمل شيء يعني غير طبيعي، ولكن المشاورات لا تزال مستمرة في هذا الشأن. نحن سنبقي هذه الملفات قائمة والضغط قائم على أساس أن تتحمل الأطراف المعنية في مجلس الأمن مسؤوليتها. أنا أعرف كذلك على أن التوجيهات صدرت للضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وطبعا يتبع زملائي في بعثتنا هناك ووزارة الخارجية هذه المسائل. دعني أقول أنه علينا مسؤولية في كل العواصم التي لنا تمثيل دبلوماسي فيها، أن ينشط سفراؤنا وممثلونا مع عواصم تلك البلدان لتسليط الضوء وزيادة الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي على هذه المستويات. شكرا جزيلا لك مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور رياض منصور، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أعلن مفتي القدس الديار الفلسطيني الشيخ محمد حسين عن تأخير صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 صباحا بدلا من الساعة 6:30 بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحام المسجد صباح الأحد المقبل. المفتي دعا في خطبة الجمعة بالأقصى إلى شد الرحال للمسجد أول أيام عيد الأضحى، محذرا من تهديدات المستوطنين باقتحامه.
هذا وكانت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس دعوا في بيان مشترك جميع أئمة مساجد القدس إلى إغلاق المساجد وإقامة صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط. إلى ذلك أدى عشرة المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي وادي الحمص في بلدة الصور باهر بالقدس المحتلة رفضا لسياسة الهدم ووقف عمليات الهدم المنوي تنفيذها لاحقا في المنطقة ذاتها. لبئس ما كانوا يفعلون. عائلات شردت وآمال دفنت وحجارة سويت. الله على الأرض التي أثخنها المحتل عدوانا وسعى لسلخها عن أصحابها التأمت جباه المصلين الفلسطينيين وأصحاب الحق بالأرض وعلت التكبيرات خلال تأدية صلاة الجمعة في وادي الحمص في بلدة صور باهر بالعاصمة المحتلة للوقوف بجانب المواطنين المتضررين من تدمير منازلهم. هدم البيوت انها مستمرة عند اسرائيل، بدنا نحاول نعمل جهد انه نوقفها، ولانه الهدم اللي بصير لقدام راح يكون كارثة اكثر من اللي مرق، ونحاول برضه يعني انه البيوت اللي انهدمت نحاول نبنيها من جديد. تأدية الصلاة قرب طرفي الجدار العنصري الذي يفصل أراضي وادي الحمص عن بعضها البعض جاءت دعما وإسنادا لأهالي الحي المنكوب وتعبيرا لرفض الإجراءات الاحتلالية القمعية التي طالت عددا من المواطنين خلال هدم منازلهم. ما زلنا معتصمين في الجمعة الثامنة من خيمة الاعتصام ما قبل الهدم إلى الآن. الأهالي يحتجون على قرارات الهدم التعسفية التي تم تنفيذ الهدم على أثرها، ويحتجون على القرارات الصادرة بحق المباني الأخرى. معركتنا مع الاحتلال ما زالت مستمرة. ويشن المحتل حملة تهويد وتهجير ممنهجة بحق العاصمة المحتلة وأهلها، إضافة إلى جملة من القرارات التعسفية منها إقامة نحو 6000 وحدة استيطانية جديدة لصالح المستوطنين. علي دار علي، تلفزيون فلسطين. لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال مداهمة بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم والتنكيل بأهلها، كما ونفذ مستوطنون اعتداءات بحق الأهالي في منطقة المنشية وبلدة نحلين. مع ساعات الفجر الأولى تسللت عصابات المستوطنين ونفذت اعتداءات إرهابية في بلدة نحلين غرب بيت لحم وتكسير زجاج مركبتين في قرية المنشية بالريف الجنوبي للمحافظة. الساعة 2:30 صحينا وإن في ناس بضرب حجار، لما طلعنا وإنهم مستوطنين، فلما فلنا عليهم شردوا وظلوا باردين من برا. إرهاب استيطاني لم يقف عند استهداف مركبات عائلة أبو دية، بل امتد لاعتداء إرهابي على منزل الطبيب فؤاد عبد العزيز وترويع زوجته وأطفاله وتحطيم محتويات المنزل. أشار لي أنا أدخل على الغرفة، أجيت بدي أحمل تلفوني ما خلاني، ودخلوا علي على سكروا الباب علي وعلى الاولاد وبلشوا يخبطوا في الباب. اجيت بدي افتح وماسك ايدي الباب، ما ظل يكسر كسر كسر، بعدين طلع برا وصار على الشبابيك من الجهه الثانيه وسكروا الباب وراحوا. الاولاد صاروا يصرخوا، هذا اللي صار. ولليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيت فجار. اعتقلت المواطن عمار ثوابتي 29 عاما وصادرت سيارته، وتنفذ حملات مداهمة لمنازل المواطنين وتفرض حصارا بالحواجز العسكرية على مداخلها. هذا هو الإرهاب الحقيقي برعاية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يقدم المستوطنين في كل يوم وفي كل لحظة على الاعتداء على المدنيين العزل وينتهكون المواثيق الدولية. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم. في قلقيلية أصيب 3 مواطنين بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية. هجمان
هكذا باغت جنود الاحتلال المواطنين في كفر قدوم خلال المسيرة الأسبوعية بالقنابل الصوتية والرصاص المعدني والإسفنجي. الحجارة والحناجر كانت رسائل الشبان المتظاهرين تنديدا باعتقال الاحتلال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتاوي أثناء عودته من الأردن. طبعا اعتقال الأخ مراد شتاوي هو منسق المسيرة كفر قدوم، هي هذه المسيرة سلمية، ونرسل رسالة للإسرائيليين إن هذا الشيء اعتقال أخ مراد ليس يؤثر على كفر قدوم. الشبل في كفر قدوم يقود المسيرة، وإننا في كفر قدوم يد بيد. مئات المتظاهرين والمتضامنين الأجانب أبرقوا رسالة للهيئات الحقوقية بضرورة الاطلاع على ما يحدث في كفر قدوم من جرائم مستمرة لجنود الاحتلال واتخاذ القرية ومواطنيها حقلا للتدريبات والتجارب. نحن هنا في كفر قدوم رغم كل حالات القمع الذي يقوم بها المحتل الصهيوني كما رأيتم هذا اليوم، فإننا مستمرون أيضا حالات الاعتقال الذي يقوم بها ضد أفراد أهالي كفر قدوم والنشطاء في كفر قدوم في المسيرة، فإننا نحن هنا في كفر قدوم مستمرون بإذن الله تعالى، وسوف نستمر حتى دحر الاحتلال كاملا عن أرضنا. وتخرج مسيرة كفر قدوم الأسبوعية منذ 8 أعوام للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 سنة، واحتجاجا على منع المزارعين في المنطقة من الوصول إلى أراضيهم بحجة قربها من مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي القرية. رغم الاعتقالات والاقتحامات والقمع الشديد إلا أن المواطنين هنا مجتمعون على قلب رجل واحد لمواجهة هذه الاعتداءات. من قرية كفر قدوم أنا للجدع، تلفزيون فلسطين. كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كشف تعمد الاحتلال استخدام قنابل غاز محرمة دوليا ضد المتظاهرين السلميين. ما إن انطلقت مسيرات العودة السلمية في 30 مارس 2018 حتى أعد الاحتلال عدته لمواجهة المواطنين العزل عسكريا وبالأسلحة المحرمة دوليا. قنابل الغاز المدمع أحدها، والتي قتلت حتى حزيران 2019 أكثر من 7 من المشاركين في فعاليات المسيرات حسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، ونشره أيضا مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بتسيلم. منذ بداية المظاهرات في 30/3/2018 حتى هذا الشهر هناك 7 شهداء نتيجة ارتطام قنابل الغاز فيهم بشكل مباشر. هناك عدد كبير من الإصابات بسبب إطلاق القنابل الغاز بشكل مباشر تجاه المتظاهرين. هذا فاق من عملية إطلاق النار وأدى إلى زيادة الشهداء. طبعا نحن من البداية أكدنا وقلنا أنه يجب وقف إطلاق النار أو إطلاق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين. وحسب التقرير فإن هناك أكثر من 1600 جريح أصيبوا بقنابل الغاز ضمن سياسة مخالفة للقانون والأخلاق باستهداف عزل لا يشكلون خطرا على أحد بسلاح فتاك لم يعد لكي يصيب أجساد البشر، فهذه القنابل تسبب إصابات بليغة. جيش الاحتلال برمي علينا 3 أنواع قنابل معروفة وحوالي 5 أنواع غير معروفة. النوع الثالث وهو الخطير والذي أوقف من عام 1956 هو غاز السي آر. غاز السي آر هذا تم إيقافه بسبب أن هذا الغاز يعني تأثيراته على الشخص مباشرة تؤدي إلى تسمم فوري في الدم، بالإضافة إلى أعراض تقيؤ وإسهال إلى آخره، وتؤدي إلى الوفاة. تمام. وهذا الغاز تم إيقاف تصنيعه من عام 1956 بعد استخدام القوات البريطانية له. تمام. في ذلك الحين لم يسلم أحد من قنابل الغاز
سواء أكان باستنشاق الغاز السام أو الإصابة بها بشكل مباشر، تاركة المصاب بحالة تشنج واختناق وغيبوبة. في بعضها لا نعرف أساسها، لا نعرف تركيبتها، لا نعرف ماهيتها، فتؤدي أي نعم يعني لا نعرف كيف نتعامل معها إلا يعني بعلاج العوارض، لكن ما خفي أعظم. يعني نرى بالفعل تشنجات، نتعامل مع التشنج، نرى إحمرار في العينين نتعامل مع ذلك، نرى الزبد يخرج من فمه نتعامل مع ذلك من خلال الشفاط، لكن ما بعد ذلك لا نعرف ماهية هذه الغازات ومصير هذا المصاب، ماذا سوف يحدث معه بعد ذلك. تقارير تؤكد للرأي العام وللمؤسسات الحقوقية والدولية إمعان الاحتلال في استهدافه المدنيين وضربه لبنود المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقه في التظاهر السلمي. صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين، غزة. تفقد وفد من بعثة الحج الفلسطينية ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء في مقر إقامتهم في مكة المكرمة. بعد أن وصل حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء الفلسطينيين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، تفقد وفد من بعثة الحج الفلسطينية برفقة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أحوال الحجاج وهنؤوهم بأن كانوا من ضيوف الرحمن لهذا العام. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلسطين كلها بقيادتها وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وبحكومتها وبوزرائها ووزاراتها وبشعبها وبالذات ذوي الشهداء يتقدمون بجزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة، هذه المكرمة التي تنزل كالبلسم على جراحات وآلام ذوي الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل القدس ومن أجل فلسطين التي هي قضية المسلمين الأولى وقضية العرب الأولى، قضية فلسطين وقضية القدس التي تمثل جوهرا من جواهر الدين والعروبة والإسلام بالنسبة للمسلمين جميعا. ولا شك أن هذه اللفتة الكريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في استضافة 1000 من ذوي الشهداء من فلسطين من قطاع من الضفة الغربية ومن قطاع غزة تدل على اهتمام وعناية ورعاية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أبنائه المسلمين في فلسطين خصوصا وفي العالم أيضا كله. وأعرب الوفد والحجاج الفلسطينيون عن جزيل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذه المكرمة المتجددة والمتواصلة منذ 11 عاما لذوي الشهداء. عندما كان الملك سلمان أميرا للرياض كان في زيارة الجزائر وافتتحت سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر، استقبل الملك سلمان الأمير سلمان في ذاك الوقت السفراء المهنئين وأتى دور سفير فلسطين، صافح الأمير سلمان وقال له سفير فلسطين في الجزائر، بماذا أجاب الأمير سلمان؟ قال له الأمير سلمان سفير فلسطين في المملكة العربية السعودية. هذا هو الملك سلمان. الآلاف من أسر الشهداء الفلسطينيين كانوا من زوار البيت العتيق في السنوات الماضية من خلال هذه المكرمة التي ستتواصل ما دامت القضية الفلسطينية نابضة في القلب السعودي. 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء فلسطين كانوا من ضيوف الرحمن لهذا العام بعد مكرمة سخية من خادم الحرمين الشريفين الذي يسجل هذا الموقف في كل عام. من مكة المكرمة، أحمد شاور، تلفزيون فلسطين. ويبقى موفدنا أحمد شاور معنا من مكة المكرمة لمزيد من الإيضاحات والاطمئنان على أوضاع الحجاج الفلسطينيين. أحمد، أهلا بك معنا في نشرة التاسعة. استمعنا في التقرير إلى هذه التفقد مسؤولين السعوديين لحجاج المكرمة، لكن نريد أن نطمئن منك الآن على أوضاع الحجاج وماذا عن يوم غد. نعم،
أحمد، لا أدري إن كنت تسمعني، إن كان صوتي لا يصلك أعيد سؤالي مرة أخرى. استمعنا في التقرير إلى مسألة تفقد المسؤول السعودي. مساء الخير. تفضل. مساء الخير المشاهدين الكرام، ربما لم أسمع جيدا بسبب يعني رداءة الاتصال عبر سكايب، ولكن يعني سأجمل أوضاع الحجاج بشكل عام. نحن الآن في أحد الفنادق المخصصة لحجاج فلسطين والذي يحوي العدد الأكبر، حوالي 3000 حاج فلسطيني في هذا الفندق، وأيضا هناك 4 فنادق أخرى تحوي أو تسكن حجاج فلسطين من المحافظات الشمالية والجنوبية. كل حجاج فلسطين مستعدون ويستعدون نفسيا وجسديا للترويج لجبل عرفات، لصعيد عرفات. سيبدأ التصعيد أو التفويج من هذه الليلة بعد الساعة 12 ليلة وحتى صباح الغد. سيبدأ التفويج على دفعات بالطبع، سيقضون نهارهم حتى غروب الشمس ومن ثم الذهاب إلى مزدلفة. إذن يعني الأوضاع تسير وفق المخطط وضمن الخطة التي وضعتها وزارة الأوقاف التي تنتشر طواقمها وبعثاتها الإدارية والفنية، والفنية قامت بتجهيز الخيم بالطبع. يعني كنا في زيارة بالأمس لجبل عرفات وللإطلاع على الخيم المجهزة لحجاج فلسطين، مجهزة بالكامل لاستقبالهم في هذه الأجواء الحارة مكيفة، وأيضا الأرض مفروشة لراحتهم. وبالتالي إن شاء الله يكون الحج وموسم حج خفيف وميسر على حجاج فلسطين والحجاج بشكل عام. نأمل طبعا السلامة دائما. البعثة الطبية أيضا تقوم بعملها على أكمل وجه، في كل فندق يوجد عيادة طبية أيضا تقوم بعلاج ومراجعة الحالات، حالات طبية بالآلاف، ولكن يعني الحالات هي يعني حالات بسيطة ربما بسبب اختلاف الأجواء. ونأمل الصحة والسلامة دائما لحجاجنا والعودة إلى الديار بشكل صحيح وسليم إن شاء الله. شكرا لك موفدنا أحمد شاور من مكة المكرمة، ونتمنى السلامة وكل الخير للجميع، شكرا لك. في موضوع آخر، التقى المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غاري، وذلك بمقر المنظمة في جنيف. خلال اللقاء جرى بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين بما فيها حماية الملكية الفكرية لإنتاجات الإعلام الرسمي الفلسطيني. هذا وأكد عساف أهمية التعاون المشترك، خاصة أن فلسطين تعتبر مركزا مهما لوسائل الإعلام كافة التقليدية والحديثة. تنسمت الأسيرة فداء خليل من بلدة بيت أمر نسيم الحرية بعد اعتقال دام 15 شهرا في سجون الاحتلال. الأسيرة خليل تروي ما تتعرض له الأسيرات داخل معتقلات الاحتلال في التقرير التالي. ياي مرحبا يا عزازي، ياي ميتين حمراء عزازي، ياي وين ما بيروح جاي تداء، ياي تزرع جسر الإقزازي. بهذه الزغاريد استقبلت عائلة الأسيرة المحررة فداء خليل 24 عاما من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد أن أمضت قرابة 15 شهرا داخل سجون الاحتلال، ليتم استقبالها في مسقط رأسها بعد أن تم الإفراج عنها عبر معبر الجلمة شمال مدينة جنين. الحمد لله اليوم تم الإفراج عن فداء بعد 15 شهر من حكم الإداري، والحمد لله. بتمنى يا ربي إن شاء الله الكل يفرح زي ما أنا فرحت، الله يفرجها على كل الأسرى والأسيرات يا رب، يفرج عليهم كلياتهم. فداء التي شرعت بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالها الإداري، وهي أسيرة سابقة أمضت قرابة 6 أشهر، فرحة منقوصة ممزوجة بالحزن على الأسيرات اللواتي ودعتهن فداء في سجن ما يعرف ديمون قبل الإفراج عنها ناقلة. تحيات الأسيرات. قضيت 3 شهور ضمن قضية حكم، في آخر يوم من الإفراج عني تم تحويلي للاعتقال الإداري 6 شهور، تم تجديدي 3 مرات،
وضع الأسيرات للأسف يعني وضع سيء جدا للغاية. إدارة سجن الدمون لم تستجب لأي نوع من أي مطلب من مطالبنا، رغم أنه أشرعنا بإضراب مفتوح أو لوحنا بإضراب مفتوح عن الطعام. قرابة 38 أسيرة من محافظات الوطن كافة يقبعن خلف سجون وزنازين الاحتلال، حيث يعانين من سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري ورفض الاحتلال لمطالبهن، كما باقي الأسرى داخل السجون. من بلدة بيت أمر شمال الخليل، عزمي بنات، تلفزيون فلسطين. العبودية التي كادت أن تنتهي من كل بقاع العالم أصبحت فكرة تعشش في رؤوس اليهود المتدينين وتشحن بها أفئدة جنود الاحتلال من أتباع التيار الصهيوني المتدين، علما أن أتباع هذا التيار هم المسيطرون على النخب العسكرية القتالية. التفاصيل مع نهر جمهور. كل العرب سيتحولون إلى عبيد لنا، كل يهودي سيكون له 10 عبيد من العرب، هذا ما سيكون. هكذا تعبأ رؤوس المتطرفين في إسرائيل. فما يقوله هذا ليس رأيا شخصيا أو رد فعل على حدث معين، وإنما هو منهجية ومنظومة عنصرية متكاملة تصنف الغير بالعبيد وأبشع الصفات التي تحط من قيمة النفس البشرية. صحيفة هارتس العبرية سلطت الضوء على أرباب هذا الفكر الفاشي عبر عرض جزء من محاضرات الراف أليعزر كشتئيل التي يعرضها أمام طلاب المدارس الدينية التحضيرية للخدمة العسكرية. الحاخام الإسرائيلي يتباهى بالعنصرية ولا ينكرها ويردها إلى ما أسماه تفوق العرق اليهودي جينيا على العرب الذين رأى فيهم عبيدا يعانون من خلل جيني. نقول للعرب تعالوا لتكونوا عبيدا لدينا، العرب يحبون الاسترقاق والعيش تحت الاحتلال. المحامي والناشط الحقوقي الإسرائيلي يائير نهوراي الذي تناول في مقاله بصحيفة هارتس أفكار كشتئيل العنصرية، ومعلمه الحاخام إلي سادان الذي يعتبر أهم المرجعيات للتيار الصهيوني الديني، وجد المحامي نفسه أمام هجمة قضائية وتهديدات لمنعه من نشر هذه الأفكار الواردة في كتاب تحت عنوان العبودية ومكانة العمال بحسب اليهودية، يدرسه جنود الاحتلال المتدينون قبل الانخراط بالجيش، وفيه عشرات العبارات العنصرية على شاكلة التالي. نقول للعربي أنت تعيش حياة بائسة، فتعال لتكون عبدي لترى الحياة التي ستعيشها وأي مستوى روحاني وقيمي. وفي تجميل الاحتلال نجد أفكارا تلبس لباس الدين وتشكل أدوات سيطرة تحشى بها رؤوس الجنود قبل التجنيد. الاحتلال يعني النجاح، وأنا أدعوك لتكون شريكا في هذا النجاح. ولا يغفل الكاتب الإشارة إلى أن مدرسة أليعزر كشتئيل التحضيرية تحصل على دعم حكومي بقيمة 10 ملايين شيكل سنويا، وهي إحدى أفرع تيار الصهيونية الدينية التي أحكمت سيطرتها مؤخرا على النخب العسكرية في جيش الاحتلال، وجعلت من أفكارها التي ترفض أي حل سلمي وتنادي بطرد شعبنا ونهب أراضيه خارطة طريق سياسية للأحزاب الإسرائيلية. نهر جمهور، تلفزيون فلسطين. إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري على خلفية المعركة الانتخابية التي تبرز التصدعات، أو أن هناك تصدعات في المجتمع الإسرائيلي، وأن الغالبية تخشى الحرب الأهلية أكثر مما تخشى أي حرب محتملة مع إيران. تمر الأيام في إسرائيل وتحمل في طياتها المزيد من الأزمات اللامتناهية. استطلاع رأي جديد أجري على خلفية المعركة الانتخابية التي تبرز التصاعدات في المجتمع الإسرائيلي أظهر أن الغالبية تخشى الحرب الأهلية أكثر مما تخشى الحرب مع إيران. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد جيور كارتوغرافيا لمنظمة جيشر ونشرته صحيفة يدعو تحرنوت، قال إن 55% من المستطلعين يخشون الحرب الأهلية، مقارنة ب 42% يخشون الحرب مع إيران. الاستطلاع شمل عينة قطرية في جيل فوق 18، وفحص أيضا علاقات الجمهور الإسرائيلي مع اليهود في العالم.
وبحسب الاستطلاع فإن 65% من الإسرائيليين يخشون من حصول قطيعة مع باقي اليهود في العالم، وقال 35% من المستطلعين إنهم يخشون من دور أكبر لليهود في العالم في المعركة الانتخابية في إسرائيل، مقابل 65% أجابوا بالنفي. ونقلت الصحيفة عن رئيسة منظمة جيشر الجنرال المتقاعد أوريتا داتو أن الجمهور الإسرائيلي يثبت أن السياسة الإسرائيلية تنتج صورة تقول إن أكبر الأعداء والخطر الأساسي هم الدول المعادية أو المنظمات الإرهابية، بينما يقرر الجمهور أن الخطر الحقيقي هو الانقسام والعنف الداخلي. إمكانية اندلاع تمرد أو حرب أهلية في إسرائيل ليست افتراضية، بل تحققها يرفرف في الفضاء العام وبات راسخا في أذهان صناع القرار في ظل النمط الطائفي الذي تنتجه جولة الانتخابات الراهنة. أسيد صبيح، تلفزيون فلسطين. في الشأن العربي والدولي، قدم رئيس الوزراء التونسي وزعيم حزب تحيا تونس يوسف الشاهد أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر المقبل ليكون واحدا من أبرز المنافسين على المنصب في سباق ينتظر أن يشهد تنافسا قويا. تأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى يوم 15 من أيلول عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس الشهر الماضي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن أي دور إسرائيلي في أي تحالف بحري يعتبر تهديدا واضحا لأمن إيران ومن حقها التصدي له. ديانا، وسائل إعلام إسرائيلية كانت نسبت إلى وزير الخارجية أو وزير خارجية إسرائيل كاتس قوله خلال اجتماع مغلق إن إسرائيل طرف في مناقشات وتبادل للمعلومات مع تحالف أمريكي بحري محتمل. هزت سلسلة انفجارات مستودع ذخيرة في بلدة ريحانية التركية على الحدود السورية. هذا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار، وتم إخلاء المنازل القريبة، كما لم يتضح السبب وراء تلك الانفجارات. قالت باكستان إنها ستعلق آخر خطوط القطارات إلى الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير والذي يطالب البلدان بالسيادة عليه. وقال وزير السكك الحديدية الباكستاني الشيخ رشيد إنه لن يسير أي قطار بين باكستان والهند ما دام هو وزيرا للسكك الحديدية. في بيروت، حط الفنان فادي عبد الله ثابت بصوره في المعرض الفوتوغرافي ضوء من غزة، حيث نقل فيه يوميات غزة النابضة بالحياة رغم الحصار. في حدقات تلك العيون حكاية شعب جسدها فادي عبد الله ثابت في صوره، فآثر كسر قيد الحصار ليحط بمعرضه الفوتوغرافي ضوء من غزة في قلب بيروت الثقافي المكتبة الوطنية، ويضيء بمعرضه هذا فضاء العالم العربي الرحب بوجوه آثرت الصمود والتحدي على أرض ما ملت الصبر والإباء. شكرا لبيروت خيمتنا الأولى والأخيرة وجدارنا الأخير، نحن نبني جدار أو جسر من ضوء ومن شغف ومن حب ومن حياة حتى نكسر الحصار بعواصمنا العربية. يعني أنا أخذت على عاتقي أني مرة تلو الأخرى أني أحاول وأجتهد أنه أكسر الحصار من خلال أعمالي ومن خلال لوحاتي الفنية اللي أنا يعني أؤثر على نفسي أني أنا دائما أكون في عواصمي العربية. المعرض نظمته رابطة العمل الاجتماعي في لبنان برعاية وزير الثقافة اللبنانية محمد داوود، وبحضور سياسي وثقافي وفني موسع تم فيه تكريم الفنان ثابت. المعرض يتنقل على مدى أسبوعين في المناطق اللبنانية. ثقافة الحياة اللي عند فادي ثابت، اللي من هذا الحصار، من هذا الواقع الصعب البائس، عم بيحاول يطلع شعاع أمل، ضوء في بصوره حياة وأمل وضوء بالرغم من الواقع الصعب، ومن أحق بالطفولة بأنك تضوي عليها.
109 لوحات توثق يوميات غزة بآلامها وآمال أبنائها، هو نداء تطلقه نظرات بريئة لحماية الطفولة والإنسان في وطن يحاكم فيه الأطفال كما الكبار من قبل احتلال متفلت من أي شرعة وقانون. التحرر الفكري لا يمكن أن يحد لا عسكريا، ولو كل جيوش العالم ولو كل أسلحة العالم حاصرت، الفكر لا يمكن أن يحاصر والرسالة بتوصل. وهذا المعرض ما هو إلا دليل على تحرر الفكر الفلسطيني. هذه اللوحات اللي عم تحمل بعيون الأطفال شقاء غزة وجمال غزة بنفس الوقت، جمال والإصرار على الحياة رغم كل الظروف. بدي أقول له لفادي ثابت شكراً، واللي عم بيذكرنا من جديد بالانتماء للمعنى الإنساني للقضية الفلسطينية. المعرض جسد وجهاً قديماً جديداً من وجوه التلاحم اللبناني الفلسطيني في مختلف الميادين، وخير من عبر عن هذا الراحل الكبير محمود درويش الذي غاب عنا في مثل هذا اليوم، ليبقى الفن الفلسطيني بمختلف أشكاله أيقونة للفكر والحضارة الإنسانية. غزة في بيروت بكامل ألق صمودها وشعاع الأمل المنبعث من أعين شيبها وشبابها، يختصرون الحكاية كلها وللحلم بقية. زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين، بيروت. في مسعى للإجابة عن تساؤلاتكم المتعلقة بحالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى، نذهب باستفساراتكم إلى الزميلة ناتالي رانديسي. ناتالي تفضلي. مساء الخير سلام. مساء الخير ديانا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أحوال الطقس. الأجواء هذه الليلة معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وبالنسبة ليوم غد فتستمر الأجواء الصيفية العادية بالتأثير على البلاد نتيجة اندفاع كتلة هوائية معتدلة عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث تبقى درجات الحرارة في نهاية العشرينيات وتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة وترتفع نسبة الرطوبة وتظهر الغيوم المنخفضة صباحا ومساء. واعتبارا من أول أيام عيد الأضحى المبارك تتأثر البلاد بكتلة هوائية موسمية حارة بوجه عام، فترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف. هذا ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي يومي الاثنين والثلاثاء. أما الآن فننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية، حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تسجل 29 درجة مئوية، ننتقل إلى رام الله 27، أما نابلس 30، طوباس 32، جنين أيضا 32، طول كرم وقلقيلية 31 درجة مئوية، أما سلفيت ف 29، أريحة 39، بيت لحم 29، الخليل 28. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 30، دير البلح 31، خان يونس 30، وأخيرا رفح 31. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العالمية والعربية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية النشرة الجوية، أما الآن عودة إلى سلام وديانا. شكرا لك نتالي. شكرا نتالي. في ختام النشرة التاسعة لم يتبقى إلا التذكير بأبرز العناوين. للتصدي لاقتحامات المستوطنين، إغلاق مساجد القدس ودعوات للزحف نحو الأقصى في أول أيام العيد. تقرير أممي يؤكد تعمد الاحتلال استخدام قنابل غاز محرمة دوليا ضد المتظاهرين السلميين.
حاخامات تل أبيب يلقنون جنودهم العنصرية ويدربونهم على استرقاق العرب. وتابعنا في التاسعة أيضا الأسيرة فداء خليل من بيت أمر تتنفس عبر الحرية. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة. نشكر لكم دائما طيب المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.